الفلوس دي كانت بتجي تسقط في الفلوس. هادي هي كنخدم الدود، كنمشي للواد كنحفر بالبالة وكنقيهم وكنحملو في الليل، من بعد كنرملهم. الرملة ضرورية، بلا رملة كيموتو، والرملة باش كتبرد عليهم باش عاود كتشرب لهم ديك الما ديالهم باش كي كتولي جاهزة للصيادة. وشكرا. شحال من عام متخدم هاد الخدمة؟ 1974 74 والخلق ديالي في 55. تبارك الله. شنو من منطقة كتحفر هاد الدود؟ مني معدن. لماذا كنمشي بحالي على سيتو على قنطرة التركوس، وكان عندي بحالي يعني مني معدة، كانوا صانوا الشطاب، الشطاب معروفين مني معدة، كاين واحد بيستان بغات الشطاب كندخل وكنخرج للواد، ملي كنخرج للواد وخصوصية خصها تكون مارية خاوية، وإذا كان ما عامر خصو آخر يرجع بحالاته، لازم دابا خصو واحد ثلاثة ساعات. ثلاثة الساعة، وإذا بديتي في 8 11 النهار عاد تكمل، بديتي في 10 عاود 11 12 وحدة، المهم ثلاثة الساعات ضرورية، ما تفلتي من هذه الصيادة ضرورية. الإقبال؟ والإقبال موجود، لا دابا هادو غير غادي وصل كيتباعو، وأكثرية كنبيع أنا بالطلبات، تعيطي بالتليفون هذا كيعاود بالتليفون هذا بالتليفون، وكان كل واحد كنديرو 50 درهم اللاطة. 50 درهم. ثلاثة الليطان كنقاي النهار كامل بيهم باش كنطيح ديك المعيشة العواول كنديو معاهم ما ياكلوا. الله الشريف ديالنا. هلا تهلا. نعم.